حتى لو أدى ذلك إلى حرب شاملة. استطلاع رأي لصحيفة معارف الإسرائيلية أظهر أن 60% من الإسرائيليين يؤيدون التصعيد ضد حزب الله. بحسب الاستطلاع فإن النسبة الأعلى في إسرائيل ترى أن حزب الله أصبح يشكل تهديداً وجودياً وأنه يمثل خطراً داهماً على أمنهم، وبالتالي فلا بد من ضربه وإضعافه والقضاء على قدرته الصاروخية ليتمكن سكان الشمال من العودة إلى ديارهم. مبررات أخرى طرحها مؤيدو الهجمات الاستباقية ضد حزب الله، منها شعورهم بأن الحزب يشكل تهديداً مستمراً سواء من خلال إطلاق الصواريخ أو من خلال أنشطته العسكرية في لبنان وسوريا، إذ يعتقدون أن الهجوم الاستباقي قد يمنع الحزب من تنفيذ هجمات مستقبلية. واستشهدوا بالصراعات السابقة مثل حرب 2006، حيث اعتبروا أن عدم اتخاذ إجراء حاسم في ذلك الوقت أدى إلى تفاقم المشاكل، وأن التصعيد يعزز موقف إسرائيل كقوة رادعة في المنطقة ويمنع الأطراف الأخرى مثل إيران من التدخل. في المقابل كانت هناك نسبة 20% أفراد عينة الاستطلاع رفضوا التصعيد ضد حزب الله خشية من انزلاق المنطقة في حرب إقليمية، إضافة إلى ما قد يسببه من خسائر في الأرواح ودمار في البنية التحتية.